هذه السهرة وهي السهرة الخامسة وما قبل الأخيرة في انتظار حضوركم غدا إن شاء الله في مراسيم اختتام الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بمشاركة كل من جنوب إفريقيا وكذلك روسيا. تحية من فضلكم للمحافظة محافظة المهرجان على هذه البرمجة المميزة. Comme vous venez de l'annoncer, Mohsen, la dernière cérémonie aura lieu demain pour clôturer en apothéose le Festival culturel international de musique symphonique et ce sera avec l'Afrique du Sud et la Russie. وأكيد المهرجان يعرف مشاركة 14 دولة دول عربية شقيقة وأخرى غربية صديقة بعد تونس مصر اليوم في رحاب الأوبرا معنا سوريا الحبيبة من فضلكم تحية من الجزائر إلى الجمهورية العربية السورية. Participer ou participe toujours au Festival culturel international de musique symphonique. Le 14e pays, c'est bien entendu le pays hôte, l'Algérie et l'Allemagne, a été l'invité d'honneur de cette 12e édition du Festival culturel international de musique symphonique. Alors, on termine tout de suite avec l'ensemble de l'orchestre symphonique syrien, avec à sa tête le chef d'orchestre très habitué, comme je l'ai dit au début du festival, le maestro Misak Barboudarian. معنا اليوم وبفرح كبير نستقبل مجموعة الأوركسترا السيمفونية السورية تضم التشكيلة موسيقيين من الفرقة السيمفونية الوطنية السورية وخريجي المعهد العالي للموسيقى بدمشق إضافة إلى بعض الطلبة الذين اعتادوا على العزف معا من خلال الفرق العديدة الموجودة في سوريا الحبيبة. اليوم يحضر معنا عازف الأكورديون وسام الشاعر تحية إليه من فضلكم. تحضر معنا كذلك عازفة الكمان رزان قصار تحية أيضا لها وعازف البيانو فادي جبيلي. مجموعة الأوركسترا السيمفونية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغوداريان تحية كبيرة للمايسترو. ومعا نستقبل مجموعة الأوركسترا السيمفونية السورية. مساء الخير ولقاء جديد فشكرا كثير لحضوركم.
برنامجنا اليوم حيكون مختلف قليلا عن البرامج اللي سمعتوها بالفستيفال. حبينا نقدم نمط موسيقي جديد، نمط موسيقي مختلف بألوانه بإيقاعاته. المؤلف الأرجنتيني أستور بيرسولا استلهم فكرة الفصول الأربعة من المؤلف فيفالدي، فألف عمل موسيقي كمان اسمه فصول أربعة، ولكن الموسيقى الموجودة هي من تأليف بيرسولا مستلهمة من الموسيقى الأرجنتينية الشعبية ولكن بلغة أكاديمية كلاسيكية. فرح نعزف الفصول الأربعة في وقفات من مقطوعة من أربع مقطوعات، الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء. بعدين رح نقدم لكم مجموعة من المقطوعات كمان لأستور بيرسولا نحكي بس نخلص الفصول الأربعة. شكرا كثير. Thank you.
Thank you.
Thank you.
بابو. رح نتابع مع أعمال أستور كاتسولا في مقطوعة أنا شخصياً بحبها كثير اسمها أوبليفيون، هي مقطوعة بطيئة بتعطينا فرصة للتأمل ولحتى نغرق في عالم الموسيقى. أوبليفيون أستور كاتسولا. Thank you.
مقطوعة قبل الأخيرة هي تحمل عنوان أديوس نونينو. نونينو بالإسباني يعني جده، ولكن بياتسولا كتبها وفاة ذكرى وفاة والده، كان ينادي والده نونينو. أديوس نونينو أستور بياتسولا. Thank you.
الأخيرة أنا بحاجة كتير لمشاركتكم معنا. جاهزين؟ أوكي؟ طيب في البداية رح نصفق مع بعض ولكن الإيقاع واضح كلنا مع بعض، أوكي؟ رح يكون على الشكل التالي. في وحدة طويلة بعدين قصيرة طويلة، اسمعوني مرة واحدة بعدين نعمل مع بعض، أوكي؟
معكم لمجموعة الأوركسترا السيمفونية السورية بقيادة المايسترو إنساك بارتوريان. نسعد بدعوة السيد محافظ المهرجان الثقافي الدولي الثاني عشر للموسيقى السيمفونية الأستاذ عبد القادر بازرة، سعادة سفير سوريا في الجزائر يتفضل معنا الدكتور نمير وهيب الغانم وكذلك المايسترو لطفي سعيدي. Et nous accueillons son excellence monsieur l'ambassadeur de Syrie en Algérie docteur Noumir Wahib El Ghanem accompagné du commissaire du Festival culturel international de musique symphonique monsieur Abdelkader El Bouazdara ainsi que le chef de l'orchestre de l'opéra d'Alger Bouazdara Mseir le maestro Lotfi Saïdi. Wa marasima takrim bi baqa min al urud yuqaddimuha al maestro Lotfi Saïdi li azifat al kaman Razan Qassar tahiya kabira min fadlikum. المهرجان يقدمه كل من الأستاذ عبد القادر بازرة وسعادة سفير الجمهورية العربية السورية في الجزائر لعازف الأكورديون وسام الشاعر. وسام الشاعر أكورديونيست honoré ce soir par son excellence monsieur l'ambassadeur de Syrie en Algérie et le commissaire du festival. تحية كبيرة من بتقديم درع المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية يمنحه الأستاذ عبد القادر بوعزارة وسعادة سفير الجمهورية العربية السورية في الجزائر للمايسترو ميساك بافيريان. أكيد الكلمة دائما للمايسترو. مساء الخير أيها الجمهور، إنكم فعلا جمهور من ذهب. لقد لبيتم الدعوة ونحن نعيش السهرة الخامسة، شكرا. ومعايا المايسترو المتألق الكبير ميساك باكو داريان. مساء الخير. في كل مرة نجي على الجزائر بيكون عنا تحدي كبير. كيف وشو بدنا نقدم لهذا الجمهور العظيم اللي عم يحضر المهرجان؟ شكرا من كل القلب لجمهور الجزائر، شكرا لكم كنتوا معنا فريق واحد لنقدم الموضوع. شكرا كثير من القلب. بدي اشكر من كل قلبي إدارة مهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية لإصرارها لوجود سوريا على هذا المحفل، وجود سوريا بالمهرجان الدولي لحتى نكون موجودين ونقدم موسيقى. فشكرا كثير لإدارة المهرجان، شكرا كثير للفريق التقني الموجود معنا. Merci infiniment, Maestro Misak Barboudarian. Merci à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Syrie en Algérie. Merci également à Monsieur le Commissaire du Festival Culturel International de Musique Symphonique, Monsieur Abdelkader Bouazdara. Et bien entendu, au chef d'orchestre de l'Opéra d'Alger, le Maestro Lotfi Saïdi. الجمهورية العربية السورية في الجزائر الدكتور نمير وهيب الغانم، شكرا جزيلا لكم. شكرا للأستاذ عبد القادر بوعزارة محافظة مهرجان، المايسترو لطفي سعيدي والمايسترو ميساك باغمو دريان وكل الأساتذة الذين كونوا مجموعة الأوركسترا السيمفونية السورية. À la fin de notre cinquième soirée consécutive du Festival culturel international de musique symphonique. Monsieur Bouazdara vous attend demain pour la cérémonie de clôture et le rendez-vous, ça sera avec l'Afrique du Sud et la Russie. Passez une bonne fin de soirée. À demain, Inch'Allah. Au revoir.